اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من محافظه من اجمل واهم المحافظات الموجوده في مصر، وهي محافظه بورسعيد. وانت بتزور المحافظه هناك هتمر على شارع تجاري، الحقيقه انا مش عارفه اسم الشارع بالظبط، ولكن هو بيشبه شوارع وسط البلد الموجوده في القاهره، فهتلاقوه بيضم محلات تجاريه. وكمان لاحظت وجود المباني القديمه، شكلها مميز جدا وبترجع لفترة الاحتلال البريطاني. فطبعا المكان فرصة حلوة للناس اللي حابة التاريخ وبتحب تستكشف الأماكن الجديدة. بطريقنا كمان شفنا المسجد العباسي، والمسجد العباسي هو من أهم المعالم المميزة للمحافظة. فالحقيقة بورسعيد هي من أجمل الأماكن اللي بحب أزورها، وهي وجهة سياحية رائعة جدا للأفراد والعائلات. بتتميز بالمناظر الخلابة والشوارع الجميلة اللي بتجذب الزوار من كل مكان. محافظة بتضم العديد من الحدائق والمرافق والمتنزهات العامة سواء للأطفال أو للكبار، فهي مكان مثالي جدا للاسترخاء والمناظر الطبيعية الرائعة. وفي منطقة الزهور هنشوف مسجد السلام، وهو من أهم المساجد المميزة للمحافظة، فهو معلم ديني وسياحي في مدينة بورسعيد. وتعد محافظة بورسعيد ميناء رئيسي للتجارة والشحن، ومن خلالها بيتم تداول البضائع والبضائع العالمية في هذه المدينة. اما عن شواطئ بورسعيد فتقدر توصل لها بكل سهولة، وبتتميز برمالها الناعمة وجوها الجميل الهادي. بتضم عدد من الشواطئ زي شاطئ الزهور الموجود وسط المدينة، وشاطئ النخيل اللي بيقع بالقرب من منطقة النخيل، وهو مكان كويس للسباحة، وايضا شاطئ الشرق اللي موجود في الحدود الشرقية للمحافظة، وشاطئ السويس الجنوبي اللي بيتميز بمناظر خلابة بتجذب عدد كبير من السياح، وهو مكان مثالي للرياضة المائية والاستمتاع بالأجواء الشاطئية. هتلاقوا هناك في كل شاطئ أنشطة ترفيهية زي ركوب الخيل والدراجات، وكمان مزود بالعديد من الخدمات والمرافق الصحية والمطاعم والكافيهات. وفي ختام جولتنا البسيطة أتمنى أكون قدرت أفيدكم بمعلومة سياحية وثقافية عن محافظة أنا شخصيا بحبها، وأشجعكم أنكم تروحوا وتزوروها وتتبسطوا بجوها، وأتمنى تكونوا اتعرفتم على معالم جديدة ومميزة من محافظة بورسعيد. بشكركم على المتابعة، واستنوني في لقاء آخر وجولة جديدة. باي باي.